اخر مره لعبت فيها الفولي كانت عندي 17 عام، لعبتها من مورا واحد الكور ديال الفيزيك، وكنا لاعبين في الساحه ديال المدرسه وكانت الشمس. هادشي كله باش تعرفوا بانه راه شحال هادي ما لعبت الفولي، نسيت على القواعد كاملين. دابا كاملين غادي نمشيو نكتشفوا الفولي او الكره الطائره. تجيو معايا يلا. إلى جانب كرة القدم وكرة السلة، الكرة الطائرة أو الفولي رياضة اللي عندها شعبية كبيرة، كتمارس في أغلب ثانويات المملكة، في القاعات، في الهواء الطلق، على أرضية صلبة أو في البحر بالنسبة للبيتش فولي. السلام عليكم. صافا سي ياسين، لاباس عليك؟ كلشي بخير؟ مزيان. دونك جيت اليوم باش نجرب معكم الفولي. شنو الفرق ما بين الفولي والبيتش فولي؟ ونقدروا نقولوا هي كره واحده، نفس الكره. البيتش بعدا كيتلعب على الرمله، وهذه صعيب حيت كيطلب واحد فيزيك انورم كبيره بزاف، ماشي بحال التيران هكا. وكيتلعب 4 بيرسون، يعني جوج الناس، يعني ماشي هنا كيلعبوا 6 ديال الناس، وتقدر تجرب بزاف الحوايج. تكنيك مختلف بزاف ديال الحوايج، حتى لا ديوري ماشي بحال. شنو كيستافد الممارس ديال هذه الرياضه هذه؟ والفولي حتى هو رياضه بحال الرياضات الاخرين، دونك يبني الجسم، دونك سي ان سبور اللي كيخدم لو كور ديال الواحد. شوف انا جيت باش نجرب معكم اليوم. مرحبا. مستعد؟ شنو اول حاجه نديرو فيها؟ اول حاجه كما كتشوفوا ما اللي شوف مو انا مصطفى تهضر معايا. لعب لي دوا ديالو، دونك لي دوا ديالو هما اللي كيتحكموا في الكره. لمس الكره، التمرير، الاستقبال والهجوم، كلها حركات اساسيه لممارسه الفولي. التمارين الاولى كتخدم جوج بجوج وبلا فيلي. خصك تجمع يديك بحال هكا بحال الكره اللي كتنزل عندك. الهدف هو نولفوا على وضعيه اللعب وعلى الكره. المونشيط كتلعب بهذا لو موفمون، كيبدا من الرجلين. من الرجلين كيطلع با واحده اخرى صغيره يا بخي. الهجوم والسماتش هما بلا شك الحركات الاكثر امتاع في الفولي، وهي اللي كتطلب تقنيات كبيره. الي خلال المقابله اللاعبين كيغيروا مكانهم في الملعب باستمرار. هذه الحركه كتسمى لا روتاسيون. الان ديما كيكون في السيرف. هذه العمليه كتمكننا اننا نتحركوا الوقت كامل وندوزوا من وضعيه الدفاع للهجوم. الفولي رياضه جماعيه حقيقيه. في الفولي الصدمات اثناء القفز كيطلب منا نحميو عضلات الركبه والفخذ. ارتداء لي جونوييغ ضروري لتخفيض خطر التعرض للاصابه. مشاهدينا، وصلنا لنهايه ديال الحلقه ديالنا ديال اليوم. نتمنى نكونوا قربناكم من الفولي. وانا تلعبت فكرت ايامات الليسي وايامات الكوليج وكيفاش تعلمت. رياضه واعره فيها ليسبري دو غروب. جربوها اكيد غادي تعجبكم. تلاقاو في حلقه واحده اخرى ورياضه واحده اخرى، وما تنساوش تحركوا. MTGS معا بروح رياضية.